سؤال من مجموعة إخوة في فرنسا، يقولون هل يجوز اختيار شركة تأمين أكثر وثوقية من غيرها ولكن قسطها أعلى من غيرها؟ هل يجوز لمن اشترك في شركة تأمين لمدة متوسطة أو طويلة، هل يجوز افتعال حادث، شخص يفتعل حادث عشان يعوض تأمينيا لاسترداد أمواله التي دفع منه، سواء قرر البقاء معه أم غيره؟ ما حكم التهرب الضريبي لمن يرى أن الدولة تبالغ في نسبة الضرائب؟ وهل يعتبر هذا يعني قد نقض عهده معهم؟ إلى آخر ما قال. يعني ابتداء يتوقف القول في هذا يا ولدي على القول في التأمين ابتداء، يقول انتقل من تأمين إلى تأمين. دعنا أولا نقرر القول في التأمين ابتداء، فإن من التأمين ما يسوغ ومنه ما يحرم، والقاعدة المقررة في هذا في الجملة أن الأصل في التأمين التجاري المنع لما يشوبه من الغرر الفاحش، والأصل في التأمين التكافلي والإسلامي الحل. فإن كنت في موضع الرخصة ساغ النظر في هذه الأمور وفق ما تقتضيه قاعدة تحقيق خير الخيرين ودفع شر الشرين، أو قاعدة احرص على ما ينفع. وهذا مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، قرار مفصل نافع حول التأمين، لعلك ترجع إليه، وقد أرسلت له مكتوبا أرجو أن ينفعه الله تعالى به، وقد تحدثنا فيه مرارا. فمن كان من أحبابنا من كان من أحبابنا في فرنسا في موضع الرخصة ساغ له التعامل بالقواعد التي سبقت الإشارة إليها، وما كان في موضع المنع فلا يلجأ إلى التأمين إلا في حالات الحاجات الضرورات أو الحاجات الماسة العامة. نأتي بقى لافتعال حادث السير. نقول لك يا رعاك الله، لا أرى لك أن تفتعل حادث سير لتسترد أموالك، فإن التحيل المشروع على استرداد الحق لا يكون عن طريق خيانة العهود ونقض المواثيق، لأن في ميثاق بينك وبينهم ألا تفعل هذا، لا سيما وأن أموال التأمين لم تؤخذ منك عنوة، لم تؤخذ منك قهرا ولا ضغطة، بذلتها راضيا في عقد سعيت إليه بنفسك، مؤمنا به دفع مفسدة أكبر، راجيا به إعانة أو تعويضا في وقت الكوارث. فما هكذا تورد الأمور يا ولدي. وإذا شاع هذا وعلم عن الجالية المسلمة فسيسيء إليها إساءة بالغة، ويعطي لكاره الأمة والملة مادة غزيرة للتشويه وشن الغارة وتهييج العداوات وصد الناس عن سبيل الله، فلا تكن قاطع طريق على ربك. أما الضرائب يا ولدي فمنها ما هو عادل ومنها ما هو ظالم، يشرع التحيل لتقليل الضرائب الظالمة، ولكن بالوسائل القانونية المتاحة، وبما لا يؤدي إلى فتنة ولا عقوبة ولا يفضي إلى مفسدة أعظم. وهناك متخصصون في هذا المجال يعرفون ثغرات القوانين ويجيدون النفاذ من خلالها لتخفيف هذه المظالم. وإن شاء الله في مثل حالتك سوف يكونون وكلاء عن المظلومين في تخفيف المظالم الواقعة عليهم، وليسوا وكلاء عن الظلمة في إعانتهم على ظلمهم. وقانا الله وإياك السوء يا ولدي.